هذه اللوحة أيضا كتبت بخط الديوان الجلي، والآية المكتوبة هي جزء من الآية: وارزقهم من الثمرات. الله الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا خط الديوان الجلي يختلف عن الخط الديواني، أن أول شيء يكتب بخط بقلم كبير، سمي بالجلي على أساس أنه يكتب بقلم يعني كبير. عرضها كم ملي مثلا؟ يعني أربعة وما فوق، أربعة ملي وطالع، خمس ست سبعة. ممتاز. وأيضا خط الديوان الجلي يمتاز عن خط الديوان العادي أنه يضع له تزيينات والحركات الأساسية. هل يجد الخطاط أستاذ مسعود صعوبة مثلا في العرض الكبير؟ لا طبعا، هو الخطاط لابد يكون يتمرس من بداية تعلمه أنه يكتب جميع الأحجام، يعني جميل. ابتداء من قلم ربع ملي، طبعا أحيانا يحتاج مثلا يكتب اللوحات الكبيرة بقلم كبير، فلا بد التعود بالكتابة على جميع الأحجام. ممتاز.